ونتجه هذه المرة إلى ضيفنا رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب للحديث بشكل مفصل عن أداء الأسواق المالية العالمية. رائد أهلا وسهلا بك معنا. دعني أبدأ معك من ما حدث في وول ستريت نهاية الأسبوع الماضي. شهدنا تراجعات إلى حد كبير كانت مبررة بالنظر للتقييمات المرتفعة التي وصلنا لها وتحديدا بالقطاع التكنولوجي، ولكن ما لفتني هو نوع من الروتيشن عم نشوفه تجاه الأسهم غير تكنولوجية مثل سهم بوينغ أو أسهم القطاع المصرفي. هل تتوقع أن يستمر هذا التدوير بعيدا عن القطاع التكنولوجي خلال جلسات هذا الأسبوع والتي ستبدأ غدا؟ يعني بشكل كبير هذه القطاعات التي بعيدا عن قطاع التكنولوجيا الذي يشهد طفرة نوعا ما في المرحلة الحالية، هذه الأسهم هي أسهم مؤقتة ومرحلية، ويجب أن يكون المستثمرين على دراية كافية بأن الدخول في هذه الاستثمارات على هذه الأصول أو هذه القطاعات هي موسمية وبلحظة صدور بيانات معينة أو ارتباطاتها الخاصة. فإذا على سبيل المثال فيما يتعلق بالقطاع المالي أو الفاينانشال سيكتور، أعتقد هناك ممكن أن يكون فورة أكبر في الفترة القادمة نظرا لوجود ضغط أكبر في على الفيدرال الأمريكي، وأيضا ضغط على موجود أيضا على الحكومة أو على الكونغرس لإبراز خطة تحفيز جديدة أو حزمة تحفيز جديدة، وهذا سوف يسبب سيولة رخيصة وبالتالي مزيد من التدفقات النقدية الداخلة على هذه القطاعات، قد يسبب ارتفاعات مؤقتة في أسواق هذه الأسهم يعني على وجه التحديد. هذه الدورات المرحلية التي نشهدها هي مرتبطة بشكل أو بآخر بالوضع العام للاقتصاد الأمريكي الذي لا يزال يظهر إشارات إيجابية للتعافي، ولكن هذا التعافي بطيء. هذه هي السمة الأبرز على الاقتصاد الأمريكي، يوجد بطء في التعافي الاقتصادي. أبرز أمثلته شاهدناها في النون فارم بيرول التي صدرت يوم الجمعة، والتي تظهر بلا شك الزيادة الأقل من الشهر الماضي بعد التعديل من 1.7 إلى 1.4 مليون وظيفة، إضافة إلى يعني الانخفاض في معدلات البطالة، تراجعات في معدلات البطالة يكون برتم أقل تدريجيا في كل شهر. هذه إشارة ضمنية على أنه بعيدين لا يقل عن يعني 50% من الهوة العميقة التي وصل فيها الاقتصاد الأمريكي بنتيجة فيروس كورونا. يعني فقد 22 مليون وظيفة، ولكن الآن فاقد حوالي 11 مليون وظيفة، نحن في المنتصف تماما. يعني في ظل هذه المؤشرات والبيانات رائد، ما هي التوقعات للدولار خصوصا أيضا أمام اليورو؟ نحن بصدد انتظار اجتماع المركز الأوروبي يوم الخميس المقبل، كيف ممكن أن يؤثر على الدولار مقابل اليورو؟ برنامج وجداول التحفيز المتبعة للدولار الأمريكي في حقيقة الأمر أصبحت تفوق وبشكل كبير ما يتم تقديمه من سياسات تيسيرية أو تسهيلية من المركز الأوروبي، ولكن مشكلة المركز الأوروبي هي عدم الاتفاق على السياسات النقدية داخل المنطقة الأوروبية بشكل عام، وبالتالي عملية خفض اليورو بطريقة غير مباشرة تماما وإنما هي استهدافات قد تؤثر على وضع الاقتصاد في المنطقة الأوروبية ككل، وبالتالي ما تم تحقيقه في كبرامج تحفيزية سابقا من خليفة كريستين لاغارد لا تزال ملتزمة بهذا هذه البرامج. النقطة الأهم هي أنه الاقتصاد الأوروبي أو المنطقة الأوروبية معرضة إلى مزيد من الاستقرار فيما يتعلق بالسياسات النقدية في الفترة القادمة، وهذا ليس سلبيا على اليورو وإنما سيسبب مزيد من الارتفاعات، وقد يسهم بعودة اليورو مرة أخرى نحو مستويات قد تصل به إلى 1.18 1.19 أمام الدولار الأمريكي، لأنه التركيز عم يكون عنا على تحفيز الدولار الأمريكي أكثر بكثير من منطقة اليورو، خصوصا أن منطقة اليورو كما ذكرنا فيها بعض الأزمات المرتبطة سواء كانت بالبريكزيت أو سواء كانت بالاتفاق على السياسة النقدية داخل المنطقة الأوروبية. هم مجبرين على تسهيل وتسيير السياسة النقدية بلا شك وإبقاء أسعار الفائدة في المنطقة الصفرية والمنطقة السلبية حتى. أعتقد اليورو معرض لمزيد من الارتفاعات ووارد جدا أن يحدث هذا الأمر، على الرغم من أنه مستويات التضخم قبل أزمة كورونا في المنطقة الأوروبية كانت منخفضة وبشكل كبير، ويعاني أو تعاني من عدم ارتقاء أو تحفيز مستويات التضخم في أو مؤشرات أسعار المستهلكين في المنطقة الأوروبية. الآن مع وجود أزمة كورونا أصبح هناك مزيد من العوائق أمام المستهلكين للقيام بعمليات كسياسة نقدية، خفض أسعار الفائدة في المنطقة
المنطقة السلبية بشكل واضح وصريح ودفع برامج تيسير نقدية أكبر، ويمكن أن يكون هناك عودة لبرامج LTRO مرة أخرى والمبادلة السندات والدعم وتحقيق الدعم الحقيقي للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض رخيصة ومباشرة، وليس التركيز فقط على الأسر أو على خلية الأشخاص وتقديم الدعم لهم كإعانات أو ما إلى ذلك، وإنما الدعم بشكل مباشر لقطاع الشركات لتحفيز الاقتصاد بشكل أكبر وقيام بعمليات التوظيف، لأن معدلات البطالة هي العائق الكبير في المنطقة الأوروبية، لا تزال فوق مستويات 14%. نعم رائد، ماذا عن الذهب؟ ما هي التوقعات للذهب خلال هذا الأسبوع في ظل نوعا ما هناك أيضا العديد من المؤشرات والبيانات الاقتصادية العالمية وعودة الشهية أو شهية المخاطرة أو الاتجاه إلى الذهب كملاذ آمن في ظل انخفاض الأسواق العالمية كذلك أو أسواق الأسهم بطبيعة الحال؟ يعني نحن شاهدنا ارتفاع نوعا ما على الذهب، هو بنتيجة ضعف مؤقت كان في الدولار الأمريكي، ولكن في على صعيد آخر كان قد هبط الذهب من القمة التاريخية التي قد وصل إليها، وبالتالي عملية بناء فنيا تشكيل بناء الموجة الصاعدة بدأ يتحقق حاليا على الذهب، وممكن أن يدعمه ذلك للعودة مجددا، ولكن فنيا أيضا نحتاج إلى ارتقاء فوق مستويات 1960 إلى 1970 دولار للأونصة وإغلاق يومي فوق هذه المستويات حتى نشهد عودة الارتفاعات والزخم الشرائي الكافي الذي يعود به مجددا إلى ما فوق مستويات 2000 دولار للأونصة. عدا عن ذلك نحن معرضين لزيارات مستويات أدنى في الفترة القادمة مع أي انتكاسة أو عمليات جني أرباح لموجات فرعية مؤقتة تحدث على أسعار الذهب بالاتجاه الصاعد، لأنه في منطقة عرضية ذات نطاق واسع نوعا ما يتداول الذهب حاليا، وليس كاتجاه عام صاعد كما كان يسلكه في الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية. شكرا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب.